في رسالة جاية من واحدة هي طويلة جدا بس تستحق الواحد يقول، طويلة جدا 4 صفحات يعني، بعت 4 صفحات هي تستحق. هي طبعا فيها جانب إنساني مش عاجبها لكن عاجبني جدا، وفيها جانب طبي مهم جدا 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 هنقوله. دكتور حسام جزاك الله خيرا يا رب. بس هي رسالة أولها يعني يدل ان الست دي ست كويسه جدا جدا فعلا. بتقول سلام عليكم جزاك الله خيرا يا رب لاول مره، واحده تقول وكل القائمين على البرنامج، يعني بتدعي لي وكل القائمين على البرنامج. فانا حسيت انها انسانه، يعني انها حاسه ان في ناس بتتعب، مش بس اللي بيقدم اللي بيعمل برنامج هو اللي بيتعب. لا والله العظيم والله العظيم والله العظيم 3 مرات اهو، ان اللي بيعملوا هذا البرنامج بيتعبوا اكتر مني 1,000,000 مرة. 1,000,000 مرة انا بطلع اتكلم نص ساعة ولا ساعة، هم تعالى شوف قبل البرنامج بيقعدوا قد ايه وبعد البرنامج واثناء البرنامج، واحد بيمنتج البرنامج عشان يظبطه، واحد مصورين. والله ما شاء الله، يعني انا كل التحية وكل تقدير لهم. هي بقى حست، قال لي جزاك الله خيرا وكل القائمين على البرنامج. انا عمري 44 سنة، متجوزة من 22 سنة، وعندي ولد وبنت ربنا يخليهم لك. لما اتجوزت عشت في بيت عيلة مع اسرة جوزها 20 سنة، 20 سنة مع عيلة جوزها. كانوا 20 سنة أشغال شقة بمعنى الكلمة، كانوا 20 سنة أشغال شقة، عجن وخبز وحمل أثقال. أيوة حمل أثقال، كنت بشيل العجينة أطلعها على السطوح في الدور الرابع، وكان 50 كيلو دقيق معجونين، يعني تقريبا اكثر من 60 كيلو بعد العجل، وغيره وغيره، طحن بمعنى طحن، كله بقى ايه الخدمات اللي هي عملتها. ابتدى يجي لها وجع في ظهرها، والوجع مازال بيجي. المهم من 4 سنوات الحمد لله اشترى زوجي ربنا يكرمه يا رب بيت بعيد عن بيت العيلة الحمد لله، واخيرا بعد معاناة 21 سنة هعيش. لكن للأسف كانت صحتي راحت، واصبحت اتألم من كل جزء من جسمي. المهم مرة جالي وجع في ظهري، بقيت الرسالة كلها طبية بقى، ان هي بتكمل الرسالة، وجع ظهرها وراحت كشفت وقالوا لها محتاجة جراحة في العمود الفقري. وهي بعت بتسألني هل اعمل الجراحة ولا لا. هي سنها 44 سنة. في كذا حاجة مهمة في الرسالة دي، في جزء انساني مش هطول فيه. هي عاشت مع اهل جوزها 20 سنة. تصدقي بالله جايز لو دخلت الجنة تخش بال20 سنة دول، لو كان نصيبك الجنة سيكون 20 سنة دول أقوى من صلاتك وصيامك وإن كنت حجيتي كمان.